تحيات وتقدير جلالة سلطان المعظم حفظه الله ورعاه لأبنائه أعضاء بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم بطل بطولة كأس الخليج 23 نقلها معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، وذلك خلال استقبال معاليه لبعثة المنتخب الوطني بقاعة كبار الشخصيات بمطار مسقط الدولي. وأكد معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني خلال لقائه بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم على أهمية الإنجاز الرياضي للمنتخب الوطني الأول والذي يعكس تطور المنظومة الرياضية في السلطنة.